بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وأصلي وأسلم على معلم القرآن الأول سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أحبابنا أهل القرآن، حياكم الله، نضر الله وجوهكم، نور الله قلوبكم بنور القرآن، وجمعنا الله دائما بكم أحبابنا في رحاب كتابه الكريم. أهلا بكم أحبابنا وحلقة جديدة من برنامجكم حرز الأماني، أستكمل فيها بإذن الله شرح فرش سورة البقرة من قول الشاطبي رحمه الله: وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ. لكن بعد أن أبدأ حلقتي كالعادة بالترحيب بضيفي وضيف اليوم أخي وصديقي الشيخ يوسف الشيخ سيف مولانا، الشيخ سيف مولانا الأندونيسي، حياه الله وبارك فيه وجعلنا الله وإياه من أهل القرآن العاملين به. أهلا بك شيخ سيف. أهلا بك أستاذ. أبدأ من عندك شيخ سيف، والبداية دائما بالموضوع الذي توقفنا عنده من قصيدة الشاطبي حرز الأماني من وفي الهمز وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ وهزءا وكفءا في السواكن فصيلا. تفضل. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ وهزءا وكفءا في السواكن فصيلا وضم لباقيهم وهمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا وبالغيب عما تعملون هنا دنا وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا خطيئاته التوحيد عن غير نافع ولا تعبدون الغيب شايع دخللا وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون واحسن مقولا وتظاهرون الظاء خفف ثابتا وعنهم لدى التحريم أيضا تحلل وحمزة أسرى في أسارى وضمهم تفادوهم والمد إذ راق نفلا وحيث أتاك القدس إسكان داله دواء وللباقين بالضم أرسلا وينزل خففه افتح الخاء وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حق وهو في الحجر ثقل وخفف للبصري بسبحان والذي في الأنعام للمكي على أن ينزل. هي بالنقل لأجل الوزن يا شيخ سيف، في الأنعام للمكي على أن ينزل، اقرأ كده. في الأنعام للمكي على أن ينزل ومنزلها التخفيف حق شفاؤه وخفف عنهم ينزل الغيث مسجلا. أحسنت يا شيخ سيد، بارك الله فيه. قال الشاطبي رحمه الله: وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ. الخاء هذه رمز للقراء الستة ما عدا نافع، قال: عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، أي عنيت الذين أثبتهم بعد نافع، يعني كل القراء ما عدا نافع، أقصد القراء السبعة طبعا، يقرؤونها هكذا بالهمز: الصابئين وفي الصابئين هكذا، وكذلك الصابئون بالهمز. أما الشيخ نافع رضي الله عنه وأرضاه لا يقرأها بالهمز، لا بالياء ولا بالواو. يعني إزاي؟ يقول: الصابين والصابئون، يقرأها الصابون هكذا، الصابين والصابون. ولا يخفى عليك أخي المستمع أن الهمز هي الأصل وأن حذفها تخفيف. بعد كده قال: وهزءا وكفءا. فين الصابئين دي؟ أول موضع ليها: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. بعد كده قال إيه؟ قال: وهزءا وكفءا في السواكن فصلا.
وضم لباقيهم. يعني قالوا أتتخذنا هزؤا، يقرأها الشيخ حمزة بإسكان الزاي هزآ وكفآ، والأصل فيها الضم لكن السكون تخفيف. ثم ينبه الناظم رضي الله عنه وأرضاه على أن كل القراء سوى حمزة يخففونها، يعني يقرؤونها بالضم أقصد على الأصل، إلا أن حفص يضم مع إبدال الهمزة واوا وقفا ووصلا، هكذا هزوا هزوا قال، يعني في الوقف وفي الوصل. أما حمزة فإنه لا يخفف هذه الهمزة إلا في الوقف، على أحد وجهين: وجه موافق لما في القياس لما عليه أوجه العربية اللي هو بالنقل هزا، ووجه موافق للرسم، الرسم العثماني مرسوم على واو. احنا قلنا قبل كده موضوع الرسم ده، وقلنا أن الأصل أو الأشهر أو الأعمل عند القراء هو تغيير الهمزة على القياس. ثم إن بعض القراء من المغاربة اختار أن يخفف الهمزة اتباعا للرسم مع إسنادهم الصحيح في هذا الوقت، فيقولها إيه؟ هزوى، يبقى هزى أو هزوى هكذا. يبقى عندنا في هذه الكلمة مسألتين. المسألة الأولى اللي هي الزاي، هل سنسكنها أم سنضمها؟ القراء سوى حمزة بيضموها لأن الضمة هي الأصل، أما حمزة بيعمل إيه؟ بيسكنها تخفيفا. طيب بعد الزاي فيه إيه؟ فيه همزة، بعضهم يبدلها وصلا ووقفا وهو حفص فقط، وبعضهم يغيرها في الوقف فيعمل إيه؟ إما أن ينقل حركتها إلى حركة الحرف الساكن الذي قبلها فيقرأها الزاي هزا، أو أن يترك حركة ما قبلها كما هي مع إبدال هذه الهمزة واوا فيقول إيه؟ هزوا، وهزءا وكفأا في السواكن فصلا وضم لباقيهم، وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا. بعد كده قال: وبالغيب عما تعملون هنا دنا، يعني ابن كثير قرأ وما الله بغافل عما تعملون، قرأها وما الله بغافل عما يعملون، فيها التفات من الغيبة إلى الخطاب. لكن ننبه على أن وبالغيب عما تعملون هنا هذه قيد لهذا الموضع، كما أن عما التي قبل تعملون قيد أيضا. عايز يقول من هنا إيه الفائدة منها؟ يعني هنا أي الموضع القريب الذي فيه لفظة تعملون بعد هزؤا، وأول لفظة لتعملون بعد هزؤا اللي هي فين؟ وما الله بغافل عما تعملون أفلا تطمعون. ثم قال: وغيبك في الثاني، يعني في تعملون الثانية، يعني تاني واحدة هتأتي بعد تعملون هذه، فين هي بقى؟ اللي بعدها: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولهم إيه؟ اللي هي إيه فيها آية إيه؟ اللي هي: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما إيه تعملون. هي هذه الثانية، وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا، يعني الذي يقرأ بياء الغيبة في الموضع الثاني إلى نافع صفوه شعبة دلا ابن كثير. يعني لاحظ ابن كثير بيقرأ بياء الغيبة في الموضعين ويزيد الناظر معه في الموضع الثاني نافع وشعب. قال: خطيئاته التوحيد عن غير نافع، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، التوحيد ضد الجمع، خطيئة واحدة عن غير نافع، يعني الست قراء سوى نافع. طيب نافع يقرأ بإيه؟ بعكس التوحيد الجمع يعني، وأحاطت به خطيئاته. قالوا خطيئاته جمع لكثرة هذه الخطايا التي تجتمع على الإنسان
فتورده موارد التهلكة يوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ثم قرأها الجمهور على الإفراد على أنه اسم جنس، واسم الجنس يشمل كل ما تحته سواء كان قليلا أو كثيرا، ماشي؟ فنقول اسم الجنس مثلا بشر، فبشر ده مش معناه ان هو يعني بني آدم واحد، يكون جمع، جمع ده ممكن يكون قليل أو كثير. ولا تعبدون الغيب شايع دخلولا، بعدها في الآية اللي بعدها، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. هنا يقرأها بالياء مناسبة للسياق حمزة والكسائي وابن كثير شايع دخلولا. بعد كده قال وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون واحسن مقولا. فين دي؟ قال وقولوا للناس حسنا، قرأها حمزة والكسائي، وقولوا للناس إيه؟ حسنا، أي وقولوا للناس قولا حسنا. أما وقولوا للناس حسنا أي وقولوا للناس قولا ذي حسن، قولا ذي حسن، فحذف المتعلق وبقيت حسن معوضة عنه، ثم نصبت قولا حسنا أو قولا حسنا على القراءتين. بعد كذا قال وتظاهرون الضاء خفف ثابتا وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا. هنا فين؟ وإيتوكم أسارة تفادوهم، في نفس الآية قبلها. تظاهرون عليهم يا شيخ سيف، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، قرأها الكوفيون هكذا تظاهرون بالتخفيف، خفف ثابتا، ثابتا حال، والثاء للكوفيين، يعني تظاهرون عليهم، والبقية بقية القراء سوى الكوفيين، يعني أقصد نافع بن كثير وأبو عمرو بن عامر، يقرأوها إزاي؟ تظاهرون عليهم، مش بس الموضع ده، وموضع كذلك سورة التحريم، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه. هي طبعا الأصل هنا في هذا اللفظ تتظاهرون، في تاء مفاعلة وتاء مضارعة. تظاهر على هذه القراءة حذفت إحدى هاتين التاءين هكذا تظاهر. أما قراءة التشديد على إدغام التاء الثانية في الظاء على أن يصير حرفا واحدا مشددا كالثاني وهو الظاء، فتقرأ إزاي؟ تظاهر. وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا، وحمزة أسرى في أسارى، وضمهم تفادهم، والمد إذراقا وفلا. هنا آخر فرشتين معانا اللي هما فين؟ وإن يأتوكم أسارى، قرأها حمزة، وإن يأتوكم أسرى، على إن أسرى جمعها لأن أقصد لفظ أسير جمعه أسرى، أما أسارى هذه فهي جمع الجمع، يعني جمع كلمة أسرى، فهنا اعتبر أن هذه اللفظة أسرى هي جمع لفظة أسير، وأسارى جمع لفظة أسرى، والمعنى واحد. وإن يأتوكم أسرى تفادوهم، تفادوهم أو تفدوهم، تفدوهم أي تطلبوا الفدية، تفادوهم من المفاعلة أي يدفعونهم، يعطونكم مالا وتعطونهم حريتهم، هكذا مفاعلة لا تحتاج إلى فاعلين، تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجه. نقف عند هذا القدر ونكتفي به على أن نكمل المرة القادمة في شرح فرش سورة البقرة وتوجيه الفرش قدر الإمكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم كل عسير، وأن يفتح لنا ولكم أبوابا من الفهم والعلم والبركات، إنه على كل شيء قدير. أرجع ليك يا شيخ سيف عشان أبدأ معاك قراءة الورد القرآني. المرة الماضية توقفنا عند قول الله تعالى ومنهم من عاهد الله، صح كده؟ صحيح. طيب هتحب تقرأ لنا بأي رواية يا شيخ سيف؟ رواية الشعبة إن شاء الله. طيب يلا ابدأ. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين.
فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وقالوا في سبيل الله وكرهوا أن يجاهدوا أعد هذه الآية فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وإذا أنزلت سورة ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا ولا تعجبك أموالهم ولا
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها. عذبهم بها، لا تنسى الإخفاء الشفوي. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم
وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أنا عايزك ترقق لي السين في ورسوله بس كده. بعد هذه الآية وسيرى الله عملكم. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أحسنت شيخ سيف، بارك الله فيك، وفقك الله، جزاك الله، لدراسة علوم القراءات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا بك لقاءات عديدة في رحاب كتابه الكريم، إنه على كل شيء قدير. نختم أحبابنا حلقتنا بهذه التلاوة الطيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم بركة مجالس القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.